تتحرك الآن، هي تتحرك الآن بالفعل وتنطلق، هي تتحرك الآن. الجميع هنا يكبر، الجميع فرحان. سيارة الإسعاف انطلقت، ريان انطلق إلى المستشفى. عمل عظيم أنجز في قرية إيرغن، ملحمة حقيقية حدثت هنا. طيارة انطلقت في هذه الأثناء لتلتحق بطائرة الهليكوبتر الموجودة على بعد كيلومترين من الآن. أعتقد أننا اليوم كنا شاهدين على ملحمة حقيقية، ملحمة كبيرة سقطت سطورها هنا في قرية إيرغن بتاموروت شمالي المغرب. اليوم الجميع سيفرح، اليوم الجميع سيصلي ابتهالا إلى الله بعد نقل ريان وإخراجه سالما، بعد نجاته، بعد مرور العملية بنجاح باهر وعدم حدوث أي أخطاء أو انهيارات خطيرة. السيارة انطلقت وخلفها تطويق أمني كبير، هي الآن ستتجه مباشرة نحو طائرة الهليكوبتر القريبة من هذا المكان بحوالي كيلومترين، حيث سيتم نقله بعدها مباشرة لإحدى المستشفيات، إما لمستشفى تطوان أو المستشفى العسكري بالرباط. لم يتم الإعلان بعد عن المكان الذي ستتوجه له.